أولا ما يحب هذه الميزات ولا حتى تعمل له أكل معين ولا ذا الموجود يكون موجود، بالعكس يعني يحب دائما الأكلات الشعبية البسيطة، يعني أحيانا حتى يأكل لخم وتمر، يعني يأكل يحب الأكلات الشعبية الفقوز والدجر واللخم البغزيز الحاجات هذه، فبساطته كثيرة، يعني هذه من أهم ميزاته حتى مع الأطفال تنقلاته. مثلا اول كان اول حتى هو كان اول مدير الكهرباء، ولا حتى كان اول لما كان وزير الاشغال العامه والمواصلات، في اذكر لما جاء اول زياره للرئيس قحطاني الشعبي في 68 لحضرموت، كان عن طريق مطار الغرف، وكان هذاك من يعني من اهم ميزات البساطه فيه، كان حتى ملبسه ذاك اليوم هو وزير يعني، وكان راح للمطار مستقبلا، وكان عليه ان يستقبل الرئيس. اولا رحنا من السويري منا مجموعه، وكنا في سياره بسيطه، سياره كروزر لاندروفر يعني سطحه يعني، ولا مكيفه ولا سياره بسيطه يعني، وراح كان يلبس فوطه ومعه صباعيه خضراء مسويها كذا مقلبها حبوه وعمامه، وجالس كان مرافق لهذا الوزير. ما اذكر كان انه هو كان من المستقبلين، بس كان الاول انا كنت طفل ما اذكر بالضبط يعني هذا الكلام، بس انما الغريب انه كان جالس بعدين في الارض في التراب، اول ما جاء الطائر قام نفذ الثوب حقه بالتراب وراح، اول ما دخل كان بيدخل عند البوابه الحارس منعه، فابتسم وتم جالس يعني تم مستقيم عند البوابه، لما بعدين اللي كانوا مسؤولين عند الطائره لما كانوا قريب بينزل الرئيس استدعوه بعدين دخل. يعني هذا من المواقف يعني البسيطه، هذا المواقف البسيطه نعم الحارس يميز بينه وبين الوزراء وبين المواطنين العاديين. ايضا نريد ان نتعرف على مواقف اخرى للاستاذ فيصل عثمان بن شملان. في مواقف كثيره خاصه التنقلات حتى لما كان مرشح الرئاسة، لما كان مرشح الرئاسة لما كان عنده نزول في سيون، كان الوفد المرافق له جلسوا في فنادق في سيون، وهو جاء بسيارة حق واحد من تريم جزعه لما البيت عندنا في البيت، وجلس عندنا في البيت وبدون حراسة وبدون أي شيء، وحتى كان تنقلاته في داخل السويري بالمواصلات العادية، يا أما الباص اللي كان موجود حقه نيسان موديل قديم، أو أنا رحت أنا وياه زيارة اللي كان ثاني يوم موجود للتعزية في وفاة المرحوم دكتور فهيم بن شيبان أحد الأقارب، ورحت أنا وياه بالباص حقي يعني. أيضا قبل أن ننتقل أستاذ أحمد، أيضا نقطة أخيرة أريد أن أتعرف إليها من خلالك، الأستاذ فيصل أيضا انتقل من منطقته السويري هنا في تريم إلى عدن، ما هي الظروف التي أجبرته عن المغادرة هذه المنطقة إلى عدن؟ في بالنسبة لانتقال عائلته إلى عدن، السبب الأساسي كما قال إنه الناحية المادية، لأنه كان مرتب قليل وبدأت الأسعار ترتفع، فأصبح قال راتب لا يكفي له كعز في عدن ويصرف أسرة في حضرموت، ولهذا انتقل بالعائلة إلى عدن، وهو كان مدير عام للكهرباء في ذاك الفترة. نعم. ونقل العائلة هناك في عدن ليعيشوا مع بعض يعني. بعد ذلك أكمل معظم حياته في عدن أو بين عدن وحضرموت بالصحيح. هو العائلة يعني كأساس في عدن. كان بعد ما عين في مدير التنفيذ المصافي عدن، تحول من معلة، كان ساكن في المعلة، تحول إلى البريغا. نعم دكتور رشيد، طبعا هذا المحور أيضا يحبذه كثير من المشاهدين وهذه الكواليس التي عاشها الأستاذ فيصل عثمان بن شملان، ولكن الوقت ربما أيضا أدركنا. ننتقل أيضا للأستاذ أحمد محفوظ بشعيب، هو أيضا أحد المقربين للأستاذ فيصل عثمان أيضا، وأحد المرافقين دائما له خاصة عندما يخرج إلى حضرموت أو في مسيرته الأولى. أستاذ أحمد، نريد أيضا أن نتعرف عن أبرز المواقف الاجتماعية التي عشتها أنت مع الأستاذ فيصل عثمان بن شملان. الحقيقة لن نريد أن نستغل الوقت كما قلتم، وفيصل بن شملان أستطيع أن أقول إضافة إلى لقبه كأبي تمام أن نسميه أبو الفقراء، أبو الغلابة، أبو المساكين. هذا ما لمسته وعايشته معه كثيرا، كان عندما يأتي من عدن
أول ما أقابله كان يسألني عن المرضى عن الذين توفوا فيقوم بواجب الزيارة وواجب التعزية. فكانت هذه من أول أولياته عندما يأتي البلد. جلساته أيضا عندما كان في هذه المناصب الوزارية حتى وعندما كان مرشح لرئاسة الجمهورية كانت هذه طبيعته وهذه أسلوبه. يعني هذه المواقف من رئيس أو من وزير إلى عضو للبرلمان إلى مرشح للرئاسة ألم تثني عن هذه الحالة الاجتماعية البسيطة؟ بالعكس، هذه المسائل يعتبرها من الأولويات ومن مهماته، لأن الرجل تعود هكذا، والطبع يغلب التطبع، الطبع دائما يغلب التطبع، فطبيعته يحب الناس ويحب البسطة ويحب المساكين. ولذلك ما قال زميلي الدكتور حتى الوجبات التي في بيته فكان عادي جدا وبسيط جدا، فيقدم أي شيء لكل الناس. ولتجد أنه حتى الذين يرافقونه في سمراته في جلساته هم من الناس البسطاء، فيهم المعلم وفيهم العامل وفيهم المقاول وفيهم سائق السيارة وفيهم الفلاح وفيهم الكبير والصغير، هكذا حياته. هي امتيازات الوصول إلى الأستاذ فيصل عثمان بن شملان، يعني كيف يمكن أن أكون مقرب من فيصل عثمان؟ بدون مقدمات، الأستاذ فيصل بدون مفاتيح، دائما تأتي عنده وتلقاه يضحك لكل الناس، يرتاح لكل الناس، ولا يريد أي بروتوكولات إطلاقا، يرفض حتى الجلوس الفنادق كما عرفت. دائما عندما يسافر للكويت يسافر لأي مكان يبحث عن عزب الناس من السويري ويجلس معهم، بل أحيانا إن كان متأخرين يقوم بعملية الطبخ داخل هذه العزبة. فكان رجل بسيط إلى أبعد حدود البساطة، رجل نادر. نعم الأستاذ أباح لك بكثير من الأسرار، من ضمنها أيضا ربما أيضا قرأت عنك عندما قال لك يعني لماذا سمي بأبي تمام. هذا الحقيقة أنه الرجل كان يهوى الشعر منذ الصغر، وكان والده رحمة الله عليه رجل مثقف ورجل واعي جدا، ومن الذين، هذا لا أضيع سرني إذا قلت أنه من الذين ساهموا في التعليم في السويري، والده من الوفد الذين تحركوا إلى مقابلة السلطان صالح بن غالب القعيطي وطالبوا منه فتح مدرسة حكومية في السويري والده، وعمل أيضا موظفا في المدرسة الوسطى بغير الباوزير كأمين للمكتبة وكأمين للش للمستودعات في إيش في غير الباوزير. فكان الأب مثقف، ولذلك سماه أبو التمام لأنه كان يحب ليش يحب الشعر ويذوق الشعر. فكما فهمت أنه كان يحفظ أكثر من 10,000 بيت، أكثر من 10,000 بيت كان يحفظهم من البيوت الأدبية، من غير القصائد الشيء العامية والقصائد الأبيات التي هو ألفها وقال، لا الذي يحفظه لشعراء آخرين. وبالفعل طبعا جاء له ابن وسماه أيضا تمام. سماه تمام طبعا لأنه هذا كنيته ويلتزم به. يعني فيصل بن شملان الحقيقة يعني من البداية كان نابغة، وكان رجل غير عادي طاقا، يعني كان رجل ربما يعجز الوصف. والدقائق اللي قلتوها أنا بدل ما تعطونها 4 دقائق فرض تعطونا 40 دقيقة مشان الحديث عن أبي تمام، يعني رجل غير عادي. عندما أيضا كنت في التسعينات وفي حملات الانتخابية الأولى كنت أنت من قادوا هذه الحملة الانتخابية، يعني من أغرب المواقف أو من أهم المواقف التي تتذكرها الآن في حملة الانتخابية الأولى في 93؟ الحقيقة أنه أنا قلت كل الحملات الانتخابية مش 93، لكن أولها 93. أيوة، لكن كل الحملات الانتخابية أنا كنت قاعدها، وكان دائما أركب معه في السيارة ويؤكد علي باستمرار أنه لا ينبغي أن تذكر للجماهير ماذا قدم أبو تمام من أعمال الخير، لأن أرجو بذلك وجه الله. أحيانا تخضر هكذا فلتة يعني، فيلومني دائما بعد العودة أنه لا ينبغي أن تذكر مثل هذا الكلام، أنه أبو تمام قدم كذا وأنه المشروع الفلاني أنه عمل. في ماذا كان يعتمد على الحملة الدعائية والإعلامية له كمرشح؟ الحملة الدعائية الحقيقة هو زي ما يقول ذا زي سمعته زي الطبل البلدي أصلا، هو مسموع كل الناس، وأنا أراهن أنه ممكن ينجح في أي مكان على مستوى الجمهورية شمالها وجنوبها، لأن الرجل قد سمعته قد عمت البلد، يعني خير عم الناس، فكل الناس مدي. حتى بعض الناس يقولوا أنتوا يا أصحاب السويري، يا جماعة أصحاب السويري ليست قضية سياسية، ليست قضية كذا، أصحاب السويري يعتبرون هذا الرجل أب وخيره على كل الناس، فالمسألة عاطفية جدا والرجل محبوب. وفهمت أنا أنه لو ما شرش السويري سيرشح في البريقة،
فالرجل كان بالفعل كاسح الساحة بحكم هذا الخير اللي مقدمه، والله سبحانه وتعالى قد تولاه، والله سبحانه وتعالى هو الذي حببه للناس، فمن أحبه الله أحبب إليه كل الناس. سؤال أيضا، هل كنت تتوقع أن تقود أيضا حملة انتخابية لمرشح كان في مجلس نواب أن يعتلي أيضا منصب لرئيس جمهورية؟ أنا من خلال معرفتي أقول أنه جدير بها، جدير بها، وينبغي أن يترشح من قبل هذا اليوم، ولكن هكذا الأقدار، يعني كل شيء مسطور ومرتب يعني. لكن لحظة غروبه ولحظة أيضا وفاته ورحيله، يعني ربما تشرحها الآن لنا كمرافق أيضا له في هذه الحملات وأيضا الحياة السياسية الاجتماعية أيضا. نحن مؤمنين بقضاء الله وقدره، والموت حق، ولكننا صراحة صدمنا يعني صدمة عظيمة، ومش كلنا، مش أنا شخصيا، بل ربما صدمت البلد كلها. وأسمع في يوم العزاء أحد الشيوخ القبائل قالها بالفم المليان، قال أبو تمام عاش كبير ومات كبير، وسيظل هذا الرجل يعلمنا حتى بعد وفاته. وسبحان الله أيضا علمنا التغيير وعلمنا التحرير أيضا حتى بعد وفاته. بل الرجل هذا ليس من الجنوب، كان هذا الرجل من إب، فقال إنه هذا الرجل عاش كبيرا ومات كبيرا، وسيظل يعلمنا ونتعلم منه حتى بعد وفاته. ده الكلام قاله في المأتم يعني. أستاذ أحمد، يبدو أن معك مجموعة من الكواليس الأخرى التي لا يعلمها أحد عن الأستاذ فيصل عثمان بن شملان، مجموعة من المواقف الأخرى أيضا التي تبحر أيضا في أعماق حياة ومسيرة الأستاذ فيصل عثمان بن شملان، إن شاء الله تعدنا أيضا أن تقدمها لنا في حلقات أخرى. إن شاء الله، إن شاء الله. نعم. إذن حتى قبل أن نختم هذا المحور مشاهدي الكرام، الآن ننتقل إلى الشباب أيضا المتواجدين معنا، وأيضا نأخذ انطباعاتهم ورأيهم قبل أن نختم هذا المحور في الحياة الاجتماعية التي عشناها مع الأستاذ فيصل عثمان بن شملان. إذن نبدأ أيضا بالأخ أحمد صالح حديجان، أيضا تقول لنا رأيك من خلالك كشاب أيضا ومتطلع أيضا من الشباب لهذه الشخصية التي اليوم أيضا نحن في ذكراها الثانية. طبعا إحنا الشباب ما عاصرنا المهندس فيصل بن شملان فترة طويلة، وإنما الفترة وجيزة فقط، ولكن من المواقف اللي أثرت فيه خصوصا في المرحلة الأخيرة ومرحلة الانتخابات الرئاسية 2006، عندما كنا نسمع من سابق إنه شعار